عليكم كبيدات جاولي، السلام عليكم احلى متتبعين ديال قناتي، شكرا لكم. صراحه البنت كتبغي نحط فيديو اخر، ولكن قلت بلا ما نحطو بغيت نهضر مع البنات شويه وبغيت نعاود لهم شويه وبيعرفوا اشنو صراحه الخبط اللي وقع في هذا الميدان اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. البنات المهم البنات جيت نشكركم بواحد بواحد على تعاليقكم، كنت نقول لكم الراقيه اللي كل واحد راه كيعبر على المستوى ديالو الراقي بدون استثناء، كلكم ذوق كلكم رقي. والله القسم البنات قسما بالله العلي العظيم البنات، وتنحلف على الصدق فيما حلفت كنحلف على الصدق. لي كومونتير شحال من واحد لبح كومونتير والله العظيم الى عينيه الى دمعه، والله القسم الحمد لله حب الناس ما كيتباع ما كيتشرى، الحمد لله هاد الكم اللي ولا عندي ديال المتتبعين القناه ديالي الحمد لله ولا تطلع بشويه بشويه بالفضل ديالكم الحمد لله، ماشي قناه كبيره وانما الحمد لله انسان اي حاجه كان فيها يحمد الله ويشكرها باش ربي يعطيه ما اكثر. المهم البنات نعيا ما نشكر فيكم ونعيا ما نجازيكم، ربي بوحدو اللي غادي يجازيكم، كيتعاونتو مع القناه ديالي كيتقتو في وصفاتي والناس جربوهم وكيشكروني وكيشكروني، كيتواصلوا معايا البنات في الانستغرام وكتا واحد ما كنردو، رجعوا اي كومونتير ما كاينش شي واحد ما كنجاوبوش ولا كنتجاهلو، كتجيني من قله الادب انه الانسان يصيفط ليك ولا يسولك وانت زعما تكبري عليه ولا ما عرفتيش شنو، كيتجيو بزاف الناس بحال ما عارفين وصلوا هما، راه حنا كنا بحال بحال. المهم البنات اي واحد صيفط لي في الانستغرام والناس راه شاهدين على هادشي وغتكونوا تفرجوا فيا، اي واحد صيفط لي في الانستغرام سولني على اي شيء، سولني على النمره ديالي عطيتها لهم اي حاجه، حيتاش اي واحد طلعتي طلع بفضل المتتبعين حيتاش خيركم صراحه هو اللي ما ينساهش الواحد. المهم البنات صراحه جيت لهاد لا فيديو نشكركم من الدرجه الاولى، الله يوقف معكم كي وقفتوا معايا وكي ساندتوني وكي بزاف ديال الحوايج، وجيت نهضر معاكم البنات. الانسان حسبي الله ونعم الوكيل، بنادم ما اجيتو بحتى شي حاجه ما درت ليه حتى شي حاجه، ماشي في المتتبعين جامي واش المتتبعين اللي كيشوفوني في المجال هاد الخبط ديال هاد المجال اللي فيه كل حقد كل انسان فيه واحد الكره فيه كل واحد الخبط في نفس المجال اللي انا فيه، ما عرفش كيصيفطوا ليا السينيال كيصيفطوا ليا لي كومونتير خايبه كيصيفطوا ليا، المشكله انا عارفه شكون وعارفه لا اله الا الله محمد رسول الله. البنات نقول لكم واحد الحاجه انه الصدقه ما كايناش والصحبه ما كايناش، يعني ممكن ياديك اقرب الناس ليك واقرب شخص ليك ممكن ياديك وانت ما كتعرفش، يعني الصحبه ما عمركم ما تقولوا هذا الانسان راه صاحبي ولا ما صاحبي ما غاديش ياديك. المهم البنات الانسان الله بنتي ليه غير درجة تدريجات شويه، يعني البنات ما بغيتكمش تشوفوني بهذه الحاله صراحه، الله بنتي لي انك تضربي تماره جوج فيديوهات في النهار ما ساليش. المهم البنات حسبي الله ونعم الوكيل في هذا البشر وحق الله البنات، كتضربي جوج فيديوهات في النهار ما عرفوش اشنو الظروف ديالك اللي مخلياك كتقاسي كاين اللي دايرك ضحكه كاين اللي دايرك ما عرفتاش انت كديري شي حاجه ما كايناش ولا كديري شي حاجه عيب، الحمد لله ما كندير حتى شي حاجه عيب، قناتي نقيه بزاف والمتتبعين شاهدين على هادشي. قلت لكم البنات وصلوني السينيالات الانسان الله بنتي ليه طلعت شي شويه، يعني كيف ما شتو بديت بالروتينات مع وليداتي ما خليت ما درت كنتقاتل، طلع ليا لا فيديو بقيت غاديه مع الناس كنعاودهم على تجربتي اللي طرات فيا من كل قلبي ديال بومزويش، الناس متفاعلين كل واحد كيسولني كنعطي الوصفه اللي درت كيعيطوا لي خواتاتي تيقول لي هاد الوصفه تاهي راه كنتي استعملتها حيت اش تنسى عاوتاني بارطاجيتها. المهم غاديه مع الناس دقه دقه على حسب العقليه تاعتهم على حسب اشنو دارهم، الانسان يعني في نفس الميدان كي قلت لك ماشي زعما متتبعين ولا شي حد، يعني في نفس الميدان اللي انا فيه جالسين تي اديو فيك وما عرفتش بيه يديروا ليك، يعني انا يا بنتي لهم طلعتي بغاو غير يوسهم بوحدهم اللي يكونوا بحال زعما راه هما اللي كيخلصوني ولا والديهم اللي كيخلصوني ولا ما عرفتش ما عرفتش، الانسان الانسان راه جالس يترزق الله اي واحد، بالنسبه للبنات راه اي واحد ما ينكذبش عليكم يقول لهم انا داخل اليوتيوب داخل هوايه ولا انه كيتسلى ولا انهم ايه خاصك يكون عزيز عليك، انا افكتيفمون عزيز عليا نبحث عزيز عليا تصوار عزيز عليا انا اكتيف عزيز عليا نقرا وندير ونجبد مواضيع هي هادشي عزيز عليا، ولكن الجانب الاخر هو الانسان كيبيعون حياته وكيبيعون وليداتو كيبيعون الزوج ديالو، يعني بزاف د الحوايج يخليك دير هادشي،
ولكن باش يشوف الانسان تضربي تمر ما طلعني حتى شي حد حتى شي واحد من قال لي نجيلك ولا نحطك في المنتدى ولا ندير، رغم انهم يعني كنعرف قنوات وقنوات كبار 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 نيت بالمعقول، ما عمرني ما كبرت على شي حد، ما عمرني ما قلت ليه يجيرني، بغيت انا نطلع بدراعي والمشاهدين هما اللي غادي يطلعوني باذن الله هو اللي غادي يطلعني، ما عمرني ما قلت حتى شي حد شي حاجه، ما عمرني ما خلصت الريال تيبداو عطينا 1500 درهم 1000 درهم ما عنديش باش نعطيها لهم باش انهم يحطوني ولا باش انهم يدعموني، يعني بقيت غاديه دقه دقه فاش انني بنت ماشي طلعت زعما شفت طلعيه راهي الحمد لله تحركت القناه بداو المشاهدين طلعت لي المشاهده طلع لي لي زابوني طلعوا صافي بداو تيعجبو كوطر ما خصهاش تطلع كوطر نديرو لها كوطر فعلي لها حسبي الله ونعم الوكيل. صراحه البنات ضرني خاطري بزاف حيتاش كتشوف الضربه ما كتجيكش حيتاش انا عارفه شكون الضربه ما كتجيكش من شي حد براني هذه خصكم تعرفوا الضربه كتجيك يعني من شي حد قريب ما بقيتش تقولوا لي الصحبه كاينه ما بقيتش تقولوا لي العشره كاينه مع البنات ما حتى شي حاجه صاحبك هو راسك فقط صحتك لا خطاتك راه خطاك كلشي وجيبك لا خطاك راه خطاك كلشي حتى شي حاجه ما كتعوض الصحه والجيب وتقلب ما بتقلب كلشي كيتعوض. المهم البنات صراحه ما بغيتش تشوفوني هكا ولكن الانسان كيحس بالحقره انه تضربته هو تمرات يترزق الله تيدير بزاف د الحوايج يعني الله بنادم بدا تيبان في المجال يعني الله ماشي حتى بشحال هادي باش انا الله عام هادي ضربت تمره في باش تجمع لي زابوني باش تجيري السوا باش تجيري بزاف د الحوايج ما خليت ما درت بزاف د الحوايج ومعمرني ما درت الشوهه ولا الفضيحه في قناتي باش نطلع ولا غاديه دقه دقه وكل حاجه كل نهار كيف ما تشوفوا البنات كل نهار تحط لكم جوج لي فيديو شي حاجه اللي بتستافدوا منها ما عمرني ما كذبت انا متتبعين ولا انني نبقى ندير لهم باش هي انني طلع لي المشاهده ولا باش انني نتفلى على عباد الله كنقول لهم شي حاجه اللي انني ثقه منهم استعملاها ولا ما استعملتها انا استعملوها العائله ديالي ولا خواتاتي. المهم ما كندير شي حاجه هكاك. المهم البنات شكرا لكم على التشجيعات ديالكم وعلى اي واحد شجعني واي واحد ابونا عندي فلاشين واي واحد عاون القناه ديالي واي واحد دار اي حاجه حيتاش البنات هاد الدموع ماشي انسان ضعف منه غادي يكون انسان اللي عارف انه اداني غادي يكون تفرج ولكن ماشي زعما ضعف منه انا واخي فهمت حتى شي حد كنخاف من الله سبحانه وتعالى هو اللي كنخاف منه لا لا ما كاينش شي حد في الدنيا كنخاف منه من غير الله سبحانه وتعالى ما كندير شي حاجه خايبه طلعت هاد القناه طلعت بدراعي طلعت بالمتتبعين والمتتبعين ديالي غادي يعاونوني وغادي بارطاجيوني وغادي كي بديت معاهم دقه دقه غادي يعاونوني حيتاش عارفوا المصداقيه ديالي وعارفين انني كنعطي من كل قلبي. الانسان اي حاجه بيدير لي بيسينيالي سينيالي اللي بيحيد ليا كاع القناه تحيدها ولكن ربي كبير البنات ربي بوحدو هو اللي ما تيخليش العبد ديالو وعارف الانسان انه الا بغيتي الخير للشخص ربي غادي يعطيك كل الخير وان لك اجيتي شي شخص ودرتي ليه وبكيتي ودرتي ليه بزاف د الحوايج انا ربي معمر ما غادي يكمل عليك انسان يدير الزين ويا ربي يا ربي ما عدت اجي خوك المسلم. المهم البنات سمحوا لي الا شفتوني هكا اجي اول مره واخر مره ديما كنجيب لكم الضحكه والطاقه الايجابيه وكي تيقولوا لي المراكشيه الشوطيه الله يكبر بكم. شكرا البنات الجزائر شكرا بنات فرنسا شكرا بنات ايطاليا شكرا جميع المدن الله يكبر بكم ان شاء الله نتلاقاو ضروري فيديو في العشيه غادي نحط لكم اللي كنت بنحطو لكم اليوم ضروري غادي نحط لكم فيديو نتمنى من الله تبارطاجيو لي فيديو ديالي وتلايكوهم وتصيفطو ديالي كومونتير ولي تحفظكم بواحد بواحد البنات الله يكبر بكم الله يوقف مع اي واحد دار لي لايك ولا شجعني وكي تيقول لك المسيره تسير والكلاب تنبح اللي بيضحك يضحك واللي بيقص حتى البنات عاودت لكم المواقف واخا ما نقدرش نقولهم شي مواقف طراو ليا في هذا المجال وفي هذا العالم منين دخلت ليه ما تخطرت تنسمع الهضره على ودنيا على روتيني اليومي وتنسكت وتنسمع لي فيديو تيتصيفطوا على ودي انا كيتصيفطوا الناس اخرين وكنسمع لي وكنسكت ولكن نقول اي واحد دوا فيا اي واحد قال شي حاجه خايبه عليا ولا مسني بكرامتي ولا بعراضي ولا باي حاجه تنحسب الله سبحانه وتعالى هو حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يلا البنات طلعوا ليا فريوسكم الله يكمل عليكم حتى نتوما الله يكمل على اي واحد بغى شي حاجه والله يكبر بكم. بسلام عليكم البنات.